بسم الله الرحمن الرحيم. حنا جيت سعداء في هذه الليلة المباركة صراحة. الناس أهل طنجة، أهل الذوق، أهل السماع والمديح وأهل القرآن. الحمد لله، رمضان مبارك على المغرب وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. والحمد لله حنا فرحانين بهذا الحضور الكريم وبهذا الأمطار ديال الخير. الحمد لله، والله يحفظ بلدنا، والله يحفظ الملك ديالنا، زيدوا نور على نور وعز على عز، ومتعوا بالصحة، ويحفظ الأمة الإسلامية جمعاء. وطنجة دائما الحمد لله تمتاز بهذا الذوق ديال السماع على مستوى المغربي الأصيل، التراث. وعلى كذلك هناك مجموعات كثيرة الحمد لله يعشقون يعني السماع الشرقي، يعني سوريا وكذا، الحمد لله. فكنتمنى دائما طنجة دائما تكون دائما في تفوق ان شاء الله. هاد الناس اللي نظموا هذا المهرجان، الله يزيدهم نور على نور وعز على عز. الله يحفظ المغاربة جميعا، الله يألف ألف ما بين القلوب، وخلي دائما المغرب ديالنا نوارة في أرض الله المختارة. خدمات الشباب بمكادة الفائزة بالجائزة البرونزية، الجائزة الفضية لفئة الصغار من مركز خدمات الشباب الطفلة عائشة عليليش. هنيئا للمتوجين بفئة الصغار مع المديرية الجهوية للثقافة. سعد واحد صور أنا اسمي عائشة عليلوش، وأنا فرحانة باللي أنني ديت الجائزة الأولى في مرتبة الصغر بحفظ تجويد القرآن الكريم. شاركت في القرآن وكانت هذا الماما وبابا باش نفرح. فرحت باللي أنني فوت بهذا الجائزة ديال مرتبة الصغر الأولى. كنشكر الوالدين ديالي وخوتي. أنا فرح لأنني حصلت على الجائزة الأولى في فئة المتوسطين، وذلك يعود إلى فضل الله لي ولوالدي وبعض الأساتذة المؤطرة. كان دي الوالدي وبعض الأساتذة اللي عاونوني فتشي هذا، والحمد لله. أنا جيت سعيد بفوزي بهذه الجائزة، لا أول مرة نشارك في الجائزة، وكان حظي أنا حصلت على المرتبة الأولى. نلت على جائزة المرتبة الثانية في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم
أولا نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والبركات والسلم والسلام والأمن والأمان، وأن ينصر إخواننا في غزة وفي مشارق الأرض ومغربها. ونشكر كل من سهر على هذا الحفل من قريب أو من بعيد، وأيضا نشكر رمضانيات طنجة الكبرى على السهر على إنجاح هذا الحفل المبارك، ونشكر أيضا مركز خدمات الشباب بني مكادة.